السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما بعد، فخلط بإذن الله سبحانه وتعالى لعلاج السحر بإذنه جل في علاه. وكثير من الناس تسأل وكثير من الناس تعاني، والله المستعان. خلطة سدر مع ماء مرقي بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه الطريقة بإذن الله تستعملها 7 أيام. ولكن قبل هذا تكون أصلا النية، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. واعلم أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا ليمتحن صبرك، والله عز وجل على كل شيء قدير. فأحبابي الكرام، دائما وأبدا نتوكل على رب العزة، دائما وأبدا نتوكل على رب العزة جل جلاله، وأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي الكافي العافي، وأن الاتخاذ بالأسباب واجب، والإنسان يعمل بالأسباب ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. فنأخذ 5 لترات ماء في اليوم، نقرأ فيهم ما تيسر من كلام الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويا حبذا أن تقرأ 7 مرات الفاتحة، و7 مرات آية الكرسي، و7 مرات سورة الكافرون، و7 مرات الإخلاص، و7 مرات الفلق، و7 مرات الناس. في كل مرة تقرأ، في كل يوم تقرأ هذه الصور على ماء ممزوج بنصف كيلو سدر مطحون، ممزوج بنصف كيلو سدر مطحون كل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتغتسل به غسل الجنابة بنية إبطال السحر بإذن الله جل في علاه، وتغتسل به غسل الجنابة بنية إبطال السحر بإذن الله جل في علاه. الماء الذي تغتسل به لا تتركه يمشي في مجاري المياه، بل اجمعه في إناء وصبه في حديقة أو شيء بعيد بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأصل هو أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، وإذا أخلصت النية لله عز وجل يشفيك الله سبحانه وتعالى بدون أي سبب، لأن الله ابتلاك، من ابتلاك يرفع البلاء عنك. والله ولي التوفيق، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. المرجو أن تشاركوا هذا المقطع مع أحبابكم ليستفيد الجميع، والدال على الخير كفاعله.